صباح الخير. اليوم اخر نهار في بروكسل باش نمشي. خرجت الصباح عملت تشيك اوت من الهوستل باش نمشي نحط حوايجي عند واحد من اصحابي خاطر مرزلين عليا، ومن طون نعمل دوره صغيره باش مازال هنا خاطر العشيه عند بلاصه اخرى. ان شاء الله باش ناخذ البيس ونمشي لبلاصه اخرى، ولا على الاغلب باش تكون اسبانيا طويله شويه. عمل واحد يحاول تستاهل البلاصه شويه، ممكن برشلونه نزيدو نعمل وراي شوي ونشوفو بالضبط، ومن طون نقعدو نحوسو لهنا ونشوفو المدينة شنو مازال فيها مارينا هوش. Personal dreams.